السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا اليوم أن نهنئ جمعية الإمارات الإنترنت الآمن إيسيف للتوقيع على مذكرة التفاهم مع شركائنا جامعة ميدلسكس في دبي وشركة تاكيون وشركة تك إكس ميديا. سعداء جدا وفخورون جدا بأن هذه الجائزة السنوية تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي. هذه الاتفاقية سوف تعلن شراكة جديدة لعدد من المشاريع التوعوية في المدارس والجامعات وأولياء الأمور لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في الدولة. نشكر الصحافة وجميع الحاضرين في هذه المناسبة التاريخية، ونتطلع لنجاح هذه الفعالية في شهر أبريل القادم في دبي.